السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو بريسيدونت كنت ديجا تكلمت لكم على البروغرام ديال ماده الفرنسيه بالنسبه للكلام ديال اولى بكالوريا، وقلت لكم شنو هما لي رومون اللي غيكونوا عندكم، شنو هي الروايه الاولى اللي غادي تبداو بها. يعني حاولت نعطيكم واحد الفكره عامه باش تكونوا على استعداد وتكونوا عارفين جينيرالمون لو بروغرام ديال ماده الفرنسيه كيفاش كيكون وكيفاش غادي تخدموا طيله السنه. لو سبق لي قلت لكم انه في البروغرام غيكونوا عندكم 3 رومون اللي هما لا باتا ميرفي، انتيغون، اي لو ديرني جور دان كوندامي. وقلت لكم كذلك انه لا باتا ميرفي هي اول روايه كتبداو بها في البروغرام ديالكم. اغلبيه المؤسسات اغلبيه الاساتذه كيبداو بلا باتا ميرفي. ان شاء الله اللي غنديطاي معكم اليوم غادي نحاول نعطيكم واحد النظره شامله على هاد لو رومون، شنو هي الطريقه الاشتغال عليها، شنو الحاجات اللي خاصكم تعرفوا عليها دو ا زد. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا في لو طابلو، انا حاولت نرسم لكم واحد الجدول اللي غادي نبين لكم فيه بالديتاي طريقه الاشتغال على الروايه ديال لا باتا ميرفي، اولا بالاحرى شنو هما لي زيتاب اللي غيتبع معاك الاستاذ اون فوا غادي تدخل القسم، شنو هما الحاجات اللي غادي يتكلم لك عليه الاستاذ عليهم الاستاذ في الاشتغال بطبيعه الحال فاش غيكون كيشتغل معكم على الروايه ديال لا باتا ميرفي. شنو هما الحاجات اللي غادي يبدا يقرا لكم او الحاجات اللي غادي تعرفوا عليها ولا الحاجات اللي غيدومونديها منكم تقلبوا عليها ولا ديروا عليها غوشيرش. يعني خاصكم ضروري تكونوا عارفين هاد لي زيتاب، تكونوا على علم بهم من قبل باش ملي بطبيعه الحال يذكرهم لكم الاستاذ ما تصدموش ولا تقولوا شنو هاد الحاجه ولا ما عمري ما سمعت بها. ديجا خاصك تاخذ عليها واحد الفكره وتاخذ عليها واحد لا غوشيرش، ومن بعد ملي يتكلم لك على الاستاذ غتكون ديجا عندك عليها فكره مسبقه. الوغ ندوزو دابا للطابلو، قسمت لكم على 3 بارتي. لا بارتي الاولى خاصها بالرومون اللي هي لا باتا ميرفي، لا بارتي الثانيه خصصتها لا لونغ، اي لا ترويزيام بارتي خصصتها لا برودكسيون اكريت. ما يركزوا معايا تو دابور في هاد لا بارتي الاولى ديال لا باتا ميرفي، حيت هاد لي زيتاب اللي غادي نتكلم لكم عليهم واللي خاصكم ضروري تكونوا عارفينهم راه هما نفسهم اللي غادي يبقاو يتعاودوا لكم في لي زوطرو رومون. غتكون تقريبا واحد الشونجمون بسيط ولكن راه لي ميم زيتاب، يعني كيبقاو هما وكذلك راه هما اللي كيطرحوا لكم عليهم اغلبيه لي كيستيون اللي كيكونوا خاصين بليتود دو تيكس او بيان لي كيستيون دو كومبريونسيون. الو اول حاجه خاصك تعرف على لا باتا ميرفي، اول حاجه غادي يذكر لك الاستاذ وغادي يتكلم عليها في القسم واللي هي لافيش دو ليكتور. شنو هي لافيش دو ليكتور؟ غنعطيكم عليها فكره بسيطه، ومن بعد بطبيعه الحال غندير لكم فيديو خاصة على هاد لافيش دو ليكتور بالنسبه لا باتا ميرفي. الو شنو هي لافيش دو ليكتور؟ لافيش دو ليكتور هي بمثابه بطاقه تعريفيه او لا واحد الورقه تعريفيه خاصه بالرومون اللي غيكون قدامكم. عندكم لا باتا ميرفي غير خصكم ضروري تجيبوا عليهم تجيبوا على هذاك الرومون دي زانفورماسيون خاصين به، شنو هو العنوان، كيفاش كيتكتب، شكون هو الكاتب، يعني كلكو زانفورماسيون على لوتور وكذلك على لو رومون. هادشي اللي كنقصدو بلافيش دو ليكتور، يعني بطاقه تعريفيه على الكتاب عامه قبل ما نبروفوندي. ثاني حاجه غتخدموا عليها في لا باتا ميرفي وهي لا بيوغرافي ديال لوتور او السيره الذاتيه ديال الكاتب، شكون هو هاد الكاتب، شنو سميتو، شنو كنيتو، امتى تزاد، فين تزاد، امتى مات، فين مات، شنو الحوايج اللي كان كيدير، شنو الكتب اللي خرج، يعني السيره الذاتيه او المعلومات الشخصيه الخاصه بهذاك الكاتب. الوغ ثالث حاجه واللي هي لو جونغ ليتيرار او النوع الادبي ديال لو رومون بطبيعه الحال. غادي تشوفوا شنو هو لو جونغ ليتيرار، غتكلموا عليه ولا غادي تبحثوا عليه، وبطبيعه الحال راني غادي نخدم معكم هذا الشيء كله اللي كتشوفوا هنا. كل حاجه غادي ندير لكم عليها فيديو خاصه وغادي نديطاي لكم فيها المعلومات اللي نتوما محتاجين تعرفوها. رابع حاجه لو كونتكست هيستوريك. لو كونتكست هيستوريك هو السياق التاريخي لغمون عامه، يعني شنو هو السياق التاريخي اللي تزامن مع هذاك لغمون فاش تنشر، يعني لا بيريود اللي تنشر فيها هذاك الكتاب شنو كان فيها، يعني شنو كان في ديك الوقيته اللي تنشر. مثلا تنشر في القرن التاسع عشر ولا الثامن عشر، شنو كانت في ديك لا بيريود بالضبط في 1900 مثلا و45، شنو كان في هذيك 1945، شنو الحاجه اللي صادفات معاه تاريخيا. هذا هو اللي كنعني به لو كونتكست هيستوري. خامس حاجه لو موفمون ليتيرار او لا الحركه الادبيه، فهي غادي تعرفوا عليها بطبيعه الحال. حاجه اخرى اللي هي لوبجيكتيف تاع احمد الصفريوي. احمد الصفريوي بطبيعه الحال هو الكاتب ديال لا باتا ميرفي، شنو هو لوبجيكتيف ديالو اونفير هذيك ليكريتور ديالو لهذيك الروايه ديال لا باتا ميرفي، يعني شنو هو لا فيزي ديالو، شنو هي الهدف ديالو من الكتابه ديال هذاك لو رومون، شنو الهدف من شنو الهدف وراء كتابه رومون ديال لا باتا ميرفي. حاجه اخرى اللي هي
اللي غتعرفوا عليها واللي هي لي بيرسوناج اللي غادي تخدموا عليها واللي حاجه ضروري انكم تعرفوها حيت بيهم باش كتكون القصه وبيهم باش كيكونوا الاحداث لي بيرسوناج شخصيات كو سوا الثانويه او لا الرئيسيه يعني غير خصكم تعرفوا عليها وتبحثوا عليها حتى هي وحتى هي ان شاء الله غندير لها فيديو خاص ذلك لو ريزومي جينيرال او تلخيص عام على الروايه شنو الفكره الاساسيه اللي كدور حول هذه الروايه ديال لافاتارفي كيبقاو لينا كذلك لي زيفيمون او الاحداث الاحداث اللي كاينه وسط الرواية شنو هما الأحداث من الأول حتى الآخر كاينين بزاف ديال الأحداث وكاينين بزاف ديال الشابيتر ماشي بزاف مهم كاينين دي شابيتر اللي غادي إن شاء الله نخدمو عليهم ونشوفو لي زيفيمون ديال كل شابيتر آخر حاجة اللي هي لي تيم أبوردي أو بيان الكلمات الأساسية اللي مذكورة في هذيك الرواية واللي من خلالها كتشتغلوا على لا برودكسيون ديالك ان شاء الله هادشي غادي نشرح لكم ندوزو دابا للانج غادي تخدموا على لي فيغور دو ستيل داس ديال لي فيغور دو ستيل هذا ممنوع هروب ودائما تكون في الامتحان الجهوي غتخدموا على لا فوكاليزاسيون داس ديال فوكاليزاسيون غتخدموا على داس ديال لي شون ليكسيكو غتخدموا على لي نيفو دو لانج داس ديال لي نيفو دو لانج لي توناليتي ديسكور ديريكت اي انديريكت وكاينين دوطر كور اللي قدر ما نذكرهمش لكم هنا مي هاد لي كور هادو اللي حطيت لكم هنا ماشي كلهم غتخدموهم ملي كتكونوا كتخدموا لابوطان عربي هادو لي كور دو لانج ديال العام تقريبا كامل كل درس تقريبا تقدر تخدموا مثلا جوج ديال الدروس على ثلاثه في لابوطان عربي من بعد تنتقلوا لانتيغون حتى هي تكملوا عليها البروغرام وكل استاذ وشنو الدرس اللغوي اللي كيبان لكم به مي عامه هادو هما الدروس اللي غتخدموا عليها طيله السنه ماشي غير او كور دو ليكتور ديال لورمون ديال لابوطان عربي خلينا نطحتي التاسيس اللي هي لا برودكسيون اكريت بالنسبه لا برودكسيون اكريت راه عندكم بليزيور تيب دو تيكست عندكم لو تيكست ناراتيف تيكست ديسكريبتيف et le texte argumentatif. غادي تعرفوا على بزاف ديال الانواع ديال التكست ولكن اكثر نوع غادي تركزوا عليه هو التكست argumentatif علاش حيت هو اللي كيكون عندكم دائما في الامتحان الجهوي هو اللي كتخدموا عليه وانطلاقا من هذا التكست argumentatif او النص الحجاجي غادي يخرجوا لكم او غادي تعلموا ولا غادي تخدموا على بلوزيغ بلان على دي بلان باش غادي تقدروا تخدموا ان شاء الله على برودكسيون كريديكو في الامتحان الجهوي غادي تشوفوا لو بلان سامبل le plan dialectique, le plan analytique, le plan comparatif et كاينين d'autres plans اللي تقدروا تشوفوهم مع الاساتذه ديالكم كل استاذ واش ناك يخدم مي جينيرالمون هادو هما لي بلان اللي كيهتم بهم الاساتذه في الشرح ديالهم وجينيرالمون هذا هو البروغرام ديال الفرنسيه ولا بالضبط ديال لابوطان عربي بالنسبه لهادو ديروا عليهم سكرين شوت باش تقدروا تبحثوا عليهم وتكون عندكم عليهم ديجا فكره عامه وتقدروا تخدموا عليهم وتوجدوا لهم قبل ما تدخلوا القسم باش ان شاء الله تدخلوا يكون الاستاذ ديالكم كيشرح تكونوا ديجا نتوما على درايه بهذاك الشيء اللي كيقول لكم ولا عندكم ديجا فكره مسبقه عليه الله هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم جيسبر انها تعجبكم اي سورتو انها تفيدكم ما تنساوش تخليو ليا فو كومونتير لتحت على شي كور من هاد لي كور او شي حاجه ديجا ما ذكرتهاش عندكم شي استفسار كذلك تقدروا تخليوه ليا في لي كومونتير او لا تقدروا تخليوه ليا حتى في انستغرام راني تكون تما توجو كوني وما تنساوش بيان سور تابوناو الى كنتو مازال جداد وفعلوا الجرس باش انكم نحط لي فيديو توصلكم نتوما الاولين ديروا ان لايك وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتهلاو في راسكم حتى لان اوتر فيديو ان شاء الله السلام عليكم